تفضل. اهلا ماهر، كيف صرت؟ منيح ماهر. قررت جيب الوكاله. اي وكاله؟ الالمانيه. قررت تروح جيبها. انا دخلك عرض الشركه بعده ماشي؟ امبارح بعتوا ميل لعندي، لازم رد عليهم خبر اليوم. انت عم تيجي تسافر لعندهم هلا اذا بدهم؟ كيف؟ ايه بسافر هلا اذا بدهم. بلا ميلات، نحكيهم على التليفون، بنوفر وقت. رقمهم معك ما هيك؟ طارق شو في؟ خبرني خبرني. بعد ما اتصلتوا ببعضكم انت وسارة؟ ما تجيب لي هالسيرة بقى. قصدي كبران المشاكل بيناتكم؟ لا والله، خلصت المشاكل. خي صلحته يعني؟ لا، تركنا نهائيا. خلص ماهر، جيب لي رقم هالجماعة، بدي سافر بأسرع وقت. بدي طور شغلي، بدي وسع، بدي نفذ كل المشاريع يلي كنت حابب نفذها قبل ما اوقع على وجهي. طب بدي اهتم بحالي وبمستقبلي تماما مثل ما هي عم تعمل. ما بحق لي؟ بليز طارق ما تروح، بليز على القليل اقبلها وقلها. خلص لينا، قرفان صدقيني، قرفان وما لي نفس شوفها حتى. لازم تقابل سارة قبل ما تفل طارق. طيب احكيك بعدين عشية. باي باي. لوين بده يفل؟ سارة ما تفسري لي شيء، قولي لي وين فالي طارق. سافر على المانيا. المانيا؟ قلتي له عن سماح؟ اكيد لا سارة. وينه هلا؟ بمكتبه. بجنون كل عمر.
لقلبي الحنون. قلتلك حبيتك حبيتك بجنون، عوعدي رح ابقى ويكون شو ما يكون. بسافر بلا ما تحكيني؟ عندي شيء أقوله. بلا عندك شيء تقوله، عندك الأسباب اللي خلتك تقرر إنك تسافر، قوله. سارة بليز، ما عندي شيء أقوله. لكن ليه بدك تسافر؟ أنت طلبت ابعد واحترم قرارك، وأنا محترم قرارك. تعبت. تعبت مني ما هيك؟ قلت لك من اول يوم شو بدك بهالشغله. انا مره ظروفي متعبه ما صدقتني. مش ظروفك المتعبه، انت متعبه. عم تدعي الجرأة وانت جبانه، بتدعي القوه وانت ضعيفه، بتدعي انك بتحبيني وانت. اوعى تقول لي انه انا ما بحبك كمان. كل الاتهامات اتهمتني اياهم ممكن اقبلهم، بس انه انا ما بحبك؟ طارق انا بحبك كثير، انت اول حب بحياتي، بفتكر رح تكون اخر حب. صدقني. تعرف شو؟ روح بعد قد ما بتقدر، مش رح اجبرك انك تنطرني. سارة قولي لي ابقى ببقى، قولي لي رح نسكن سوا كمان ببقى. روح طارق، فكر انت وبعيد، عيد النظر بكل شي صار معك من اول يوم شفتني فيه عند امك بالمدرسة لليوم. فكرك بعدي عنك هين ما هيك؟ ولا قربك مني عم بيكون هين بهالفترة يا طارق. تتوصل انك تشك فيي يعني في شي غلط عم بيصير بيناتنا. روح خد فرصة وروح، ايام قدامنا. بس هلأ سارة صارت منيحة، وصحيح هي تأذت جسديا، بس أنا تأذيت أكتر بكتير. شادي بعرف إنك بتكرهني، وبعرف إنه وضعك صعب كتير بين مرتك وأختك، بس صدقني هالمواقف ما بقى رح تتكرر أبدا من اليوم بالرايح. خلص أنا وسارة انفصلنا، ما بقى في مجال نرجع أبدا. ولادي خسرتهم، وبدي شغله وقت كتير حتى ارجع على القليل يشوفهم. شغلي راح وعم اسس شغل جديد، ومع هالشغل الجديد راح حاول اسس لحياه جديده. يا ريت عصام، يا ريت. بعدك شاب والحياه طويله قدامك. بدي اياكم تعرفوا انه انا ماني زعلان منكم، بحبكم كتير. واذا عتستوا اي شيء اتصلوا فيي. ريم لازم تروحي على البيت حبيبتي وتطمني امك وبيك. امك رح تموت بهمك. اوكي طيب بدكم شيء؟ هات بعد شوي. لا حبيبتي مشغول شوي. شادي عم بتصل بساره مش عم ترد علي، وانا بهيدي الفتره ممنوع اقرب من الاولاد، شغل بالي عليهم. اذا رحت لعندها وشفتهم بليز ارجع طمني. اوكي ميرسي. انت مسافر بكره ولا لي؟ عازمني لعنده على العشاء. نيال قلبك. مرحبا. شو بك دوار؟ شو صاير لك؟ شو قصتك؟ والله يا شيخ انا ما صاير لي شيء، انا منيح والشغل منيح والدنيا كلها منيحه، بس انت ما بعرف شو صاير لك بهاليومين.
مش عارف شو صار ولا عارف شو رح يصير. بشو؟ ما بعرف، حاسس انه الجو متوتر بين لينا وسارة، ومش عارف شو الموضوع بين سارة وبين هيدا صاحبها، مش عارف كمان شو موقف سارة مني ولا موقف لينا مني. كل شي غامض، كل شي غامض، مش عم بعرف شي من شي. كل هول؟ أنتين علبت الدنيا هيك فوقاني تحتاني؟ ما بعرف إدوار، ما بعرف. صرت تحبها لسارة ما هيك؟ مش قصة تحبها، بس صاير بهاليومين عم فكر فيها كتير. مش أنت قلت لي إنه لينا؟ لينا مرة لذيذة وفكرت إني أتجوزها، بس انغرمنا بسارة وأخذت لنا عقلنا. لكن تجوز سارة؟ لا إدوار، مش لهالدرجة. سارة خرج غرام ومغامرة، صحيح إنه مرة حلوة كتير، بس وراها أولاد وراها مشاكل، وأنا مش ناقصني. يعني بحبها وبس، في مشكلة؟ وبتقبل؟ شو بيك إدوار؟ أنا برنامج سارة، أنا المنتج حبيبي. سارة شايفي حالة طالعة مثل الصاروخ، وشايفي ألوف الدولارات عم تلعب بإيدها لعب، وصارت الناس تهجم عليها حتى تمضي لها أوتوغراف من بعد ما كان جوزها يضربها كل قتلي ويكبها بالشارع وما حدا يسأل عليها، وعم تسألني إذا بتقبل؟ فإذا ليه ملبك هالقد؟ لينا، خايف ما أخسر لينا. اسمها وشهرتها واللي عم تعمله للبرنامج مهم كتير. بعدين إذا حقدت علي تفضحني بالجرايد والإعلام، الناس بيحبوها وبيصدقوها، هون المشكلة. فإذا علاقتين، كل وحدة من ميل، وما حدا معه خبر التاني. هيدا اللي كنت عم بحاول أعمله من الأول، ومشان هيك بتوتر، خايف انفضح. ولو يا شيخ، كل عمرك تلعبها مزبوط. لينا بتخوف وسارة مش هينة، بس بتزبط أدوار. عال، منحكي بالشغل ولا بعد في شي مغامرة ما بحسناها؟ لينا بوسي لي، قولي له أنه رح أشتاق له كتير، وبتقولي له حتى لو قطع 100 سنة مش رح يتجوز غيري، هيك بتقولي له. أوكي، شو بدك قل له بعد؟ بتقولي له أني بحبه، أنه حياتي، وأنه غرام قلبي. كلمة كلمة بتقوليهم. حاضر. الحمد لله على السلامة. شو؟ وين عمتك؟ هلأ راحت. كيف صرتي؟ بعد شوي بصير أحسن. بعد شوي؟ تلفنت لعصام ورح يجي لهون، من بعد ما نحكي سوا رح صير أحسن بكتير. ما فهمت؟ هلأ من بعد ما تسمع بتفهم. ذهب توم في اليوم التالي إلى القصر الملكي ووقف أمام بوابته الكبيرة المقفلة، وراح ينظر من خلال قضبانها فيما كان حارسان يقفان على الجانبين. رأى توم كثيرا من السادات والسيدات. مامي زيحت شوي لأنكم فتصتوني. يلا مامي كاملة. أوكي مامي ها. رأى توم كثيرا من السادات والسيدات يروحون ويجيئون في باحة القصر، لكنه لم يرى الأميرة. فيك كفي؟ يلا قليلا شوف. أخذ توم يتردد إلى بوابة القصر يوميا، وفي إحدى المرات رأى ولدا يخرج من باب مبنى القصر ويمشي في باحة الكبرى. يلا. فخفق قلبه وتقدم وهو يصيح: أريد أن أرى الأمير. إلينا تمام؟ شي نص ساعة؟ عظيم، لكن بنلتقي بعد نص ساعة. أوكي باي. تفضل. مصر تالت سالم. ايوه تفضل. يعطيك العافية. زى
إذا حاولت شي بنت ألمانية تحط إيد عليك بقتلها. أنت قلي لحالي سارة. الو، انت مقررة تقتليني ما هيك؟ مقررة تخلصي مني ما هيك سارة؟ بحبك بحبك طارق، بحبك. لكن ليش بدي كاني اروح طالما عم تبعتيلي هالكلمتين يلي بيقتلوا؟ لانه لازم تروح شوي، بس مش لازم تخوني. مجنونة انت. روح حبيبي، خلص شغلك ورجع، رجع بسرعة لانه رح كون ناطرتك. ما فيي ابعد عنك حبيبي. قدي رح تروح؟ مش أقل من شهر. اف شهر؟ رح اشتاق لك. سارة اجبريني ما روح. لا حبيبي روح، وفكر في ليل ونهار وبكل لحظة، لأنه أنا رح أعمل نفس الشي. حبيبي اوعى تفكر للحظة انه انا ممكن يكون لحدا تاني. انا لإلك انت ووحدك وبس. وين لينا؟ لينا حكيتني من شوي، بعد نص ساعة رح نلتقي. تعي تعشي معنا. لا لا، بس لما تصير لوحدك حكيني. اوكي اوكي. وطارق ما تشجع لينا على سماح، هيدا انسان كذاب وواطي ما بيستاهلها. اوكي بحكيكي بالليل ما تنامي. اوكي حياتي، بحبك. باي. مشغول بالي على راغدة، هيك بتطمن عليها. راغدة بدك شي؟ لا ميرسي. باي. تفضل. ميرسي. ما بعرف ليه بعت وراي حتى تشوفيني، ولا بعرف شو ممكن يصير في بيناتنا، بس بكل الأحوال أنا ما بقبل ولا لحظة بقى تقضي مع هذا الشاب مين ما كان يكون. مشان هيك بعدت وراك. ما فهمت. عصام أنا بحبك، ما بفتكر إني رح أقدر أطلع من هيدا الحب. حبيبتي بليز خليني أكفي كلامي. أوكي كفي. أنا أكيد مش رح أرجع على بيت أهلي، وطبعاً مش رح ضلني هون عند نبيل. أكيد لا. مشان هيك عم فكر استأجر بيت وأقعد فيه لوحدي. أوكي أنا بكرة بستأجر لك بيت. لا أنا بدي فتش على شغل. شغلك موجود راغدة. لا مش معك عصام. ليه مش معي؟ أحسن حبيبي، خلينا كل واحد عم بيشتغل بمحل، نرجع منتلاقى بعد الشغل، هيك نشتغل لبعض. أوكي حبيبتي، بس أنا بستأجر لك بيت. لا عصام أنا بدي فتش، خليني أحس على حالي عم ببني حياتي بإيدي. أوكي حبيبتي أوكي. فإذا بكرة بسحب لك مصاري وبتستأجر بيت. وعايزة كم شغلة ناقصتني تجيب، مش صغيرة يعني. وبعد فترة بس أرجع أحصل على حضانة الأولاد ونتجوز ونعيش سوا ببيت واحد قدام عيون كل الناس. جل حبيبي. حياتي عصام طول بالك علي بليز. اوكي
المهم هلأ تضبي تيابك وتفلي من هون. أنا بكرة بكير بجيب لك المصريات وبجي. أوكي. تعبان، تعبان كتير. شافوا الحكيم؟ إيه شافوا. شو قال؟ عروق جسمه كلها منشفة، ما عم بيقدر يوقف على إجريه. عم شوفه كل يوم لورا أكثر من يوم. بابا؟ بابا؟ شادي؟ أنت هون يا أسعار؟ كيفك بابا؟ هيك بتتجوز بل ما تقول؟ ظروفنا كانت صعبة، مهم هلا أنت كيفك؟ كيفك يا بنتي؟ الحمد لله عمي. يلا شدي حالك، بدي حفيد يحمل اسمي قبل ما موت. ما تقول هيك بيي، سلامة قلبك. راح اللي كنت عم ناضل كرماله. معليش، بكره بتتجوزي وبتجيبي اولاد وبتعمل عيلة طبيعية. ظلم، هيدا ظلم. لا يا بنتي، يا ربي بلا كفر. يمكن هيك احلى لابنك، انه لاي حياه كنتي بدك تجيبيه. بي رافضه، ام منهاره، ومجتمع ما بيرحم. عصام بده يدفع الثمن. كيف يعني؟ عصام بده يتقصص، بده يدفع ثمن كل اللي عمله فيي. بدي اخذ حقي منه بكل الطرق، وانت رح تساعديني عبدي. يا بنتي شو بدك فيه؟ ربنا بيصفل فيه، انت انسيه وبلشي حياتك من جديد. فشر، بدي اخذ حقي منه بايدي، وانت رح تساعديني عمتي، ما لي غيرك. حاضر حاضر، رح ساعدك. بدي اول شيء اتصالح مع اهلي. كيف؟ بدك تروحي لعند ماما تحكي معها، وهي رح تمهد لي الطريق لاتلاقي عرجابي بيي ورامي. شو بدك الا؟ رح افسر لك. أهلين شيخ سماح، خير في شي؟ لا، زيارة بس. بس ما تلفنت إنه تجي. كنت مارق من هون، قلت بسلم عليكي. لينا وين؟ بالمكتب. ليش كل ما تشوفيني بتسأليني عن لينا؟ لا أبدا سارة، أنا حاسس بهالفترة عم تتهربي مني ومش عم بفهم السبب. شيخ سماح مش عم بهرب منك، عم بتصرف مثل ما عم حس. يعني احساسك عم يقلك على طول تبقي بعيدة عني؟ تقريبا. غريب، مع انه لما كنتي مع طارق كنتي مطريتيها معي اكثر من هلا وانتو مفترقين. ليش مين قال لك انه انا وطارق مفترقين؟ انا الشيخ سماح سارة، بعرف كل شاردي وواردي. طارق سافر على المانيا. مزبوط، سافر على ألمانيا بس تيكبر شغله. شغله وعلاقاته وغرامياته ومغامراته. شيخ سماح، إذا بتريد أنا ما بحب أحكي بهالموضوع. أوكي، مش رح أحكي بهالموضوع هلأ، بس قريباً لازم نحكي بالموضوع. وإلا وإلا شو؟ وإلا كلنا مش رح نكون ممنونين ولا مبسوطين. عم بتهددني؟ سارة، أنت مرة حرة وأنا رجل حر. هونيها بتهون. هونيها بتهون؟ مش عم بفهم عليك. أنت رجل حر وأنا مرة حرة، شو عم تطلب مني الزواج أنا كمان؟ أنت كمان؟ ليش أنا مين بدي أتجوز؟ ما بعرف، قلت بركة. أوكي، على كل حال رح أتركك هلأ ونحكي بعدين على رواق. ما شربتك قهوة؟ معلش، نشرب القهوة بعد الظهر بالمكتب عندي، ما تتأخري. على فكرة حلقتك جمعة الجاي فيها إعلانات أكثر من الأخبار وكل البرامج مجموعين. حلو النجاح، ما هيك؟ هيك برنامج مش لازم نفرط فيه، لأنه مش كل يوم بتنقش هيك، ما هيك حبيبتي؟
مواطي. يلا فوت البس ثيابك حتى نقدر نتغدى سوا. يلا حاج عامله مثل الختيارية. لا حبيبي تعبانه شوي. حبيبتي بدك تشدي حالك والا ما بتقوي. يلا فوت البس ثيابك حتى نظهر. لا بس اليوم بعد خليني هون. بكره بروح على البيت بضبط بغراضي. برجع بنقول على بيتنا الجديد بس لاقي اذا الله راد. خدي هودي. واذا عايز تغيرهم قولي لي. اوكي ماشي خلاص هلا فل خليني ارتاح شوي تعبانه. اوكي بس توعي بتحكيني دغري. اوكي صار من عصام ببرات معاشي حاسه حالي مش بيه. ليش عم تاخديهم لكان؟ جربت النظافة معه ما زبطت بدي يكون مش بيه يمكن تزبط. شو عامل فيك يا الزلمة؟ حطمني بدي انتقم منه وقال له ما رح صح أنا فيت نام. مش معقول شو مغيرة أنت يا سارة؟ مش أنت هيك بديك؟ صار لك سنين بتقولي لي تغيري يا حمارة تغيري. ليه لما تغيرت نقصتي مني؟ ما نقصت منك بس بتطلع فيكي وبسأل حالي شي 100 سؤال. مثلا من قبل بس كنت تخانقي مع طارق بالنهار ما كنت نايمة بالليل. مين قال لك عم نام بالليل؟ ما بعرف شايفتك قوية. انت علمتيني اكون قوية ليه هلا عم تلوميني؟ ما عم لومك بس هيك متفاجئة فيكي. ليكي انت عرفت انه سماح رجع فتح لي موضوع الزواج؟ معقول؟ بعمل قهوة وبنحكي. طب خلي البنت تعملها. ما بحب قهوتها مثل زوب الزيتون. كوزي على قد كل ما كان كوزي كل ما كان احسن لنا. كنت عم بقدر هلا تي في شفت انه ساره طالعه ببرنامجها الليله. برافو. شو فوقك عليا هلا؟ خبريني عنك انت، كيف كان لقائك مع بيك وخيك؟ مع بيي كان اللقاء سيء جدا، عاد صار منيح. خيي ما كان بالبيت، سافر على الكويت بشغل شهر وبيرجع. خي احسن. شو كان تعليقهم على البيت؟ لا ما رح خبرهم بس رح صير اتنقل بين هون وهونيك. بيكون احسن حبيبتي. هيدي سارة. وليش متفاجئ؟ شو معقول يكون بدها يعني؟ رد عصام رد. الو اهلا سارة. تحكي معي انا؟ خير في شي؟ ايمتى؟ وين؟ وين بصير هالستوديو؟ اوكي بلاقيك هونيك لكان.
باي. هاي ساره لازم لاقيها ضروري على الاستوديو حتى احكيها قبل ما تطلع الاول. مش يمكن يكون مقلب؟ ساره مش من تبع المقالب. اه سوري بعتذر، انا تبع المقالب. مش هيدا قصدي حبيبتي. انت رح تنامي هون الليله ما هيك؟ لا رجع على البيت. يعني ما رح فيي اشوفك؟ طيب بحكيك على التليفون اوكي؟ كيفك سارة؟ لتاني مرة بتزورني بلا تليفون ليش؟ مشتاق لك. خفت إذا اتصلت فيكي بالتليفون تقولي مش فاضية أو تعبانة، قلت بطب عليكي هيك ما إلك عين تشحطيني. كيف صرت اليوم؟ مستعدة للحلقة؟ الحمد لله. سارة شو رأيك الليلة نسهر بعد الحلقة؟ عندي قصص كتير أحكيها أنا وياك، بس عشرت نكون لحالنا. نسهر بمطرح هادي ببيتي إذا بدك. شيخ سماح أنا ما بحب أسهر مع حدا ببيته لوحده. صرت قلت لك 100 مرة إنه أنا إنسانة مرتبطة وأنت بتعرف. طارق تركك وراح على ألمانيا. طارق راجع وأنا ناطرته. ما عندي مشكلة انطري، بس بكرة رح تكتشفي لحالك إنه ماشي. هيدا شاب أهبل كل همه إنه يحصل عليك. وإنت شو؟ شو أنا شو؟ يعني إنت شو بدك مني؟ أنا بدي نتقرب من بعضنا أكتر، ومش شايف وين المشكلة. وليه طلبت الزواج من لينا؟ كيف؟ انت بتعرف كثير منيح انه نينا صاحبتي ومنخبر بعض كل شيء. انا طلبت من لينا مرة الزواج لانه لينا مرة محترمة وخرج منا ولد. عبالي جيب ولد. يعني لينا المرة المحترمة اللي خرج جيب منا اولاد، وانا غير محترمة اللي خرج تتسلى معها، ما هيك؟ سارة ما تعظمي الامور، قلت لك 100 مرة هونيها بتهون. وأنا كمان صرت قلت لك 100 مرة إنه أنا إنسانة مغرومة بطارق ومني مستعدة أطلع مع رجال غيره. لا بدك تستعدي. مش رح أظهر معك حتى لو وقف البرنامج. أنت قد هالكلام سارة؟ أكيد. إذا وقف البرنامج أنا أكيد رح أطلع أقول ليش وقف البرنامج. مش أنت هيك بتحبني شيخ؟ مش أول ما تعرفت علي قلت لي إنه بحب جرأتك أكثر من كتابتي؟ كل اللي قلت لك إياه لينا كان صادق، ولا مرة ضحكت عليكي بشي. قلت لك بدي نتجوز وكل واحد منا يعيش حياته. قصدك كل واحد يعيش حياته يعني مثل ما عم تعمل هلأ مع سارة؟ يعيش حياته مثل ما بده بدون شروط. لا شيخ، ولا أنا رح أتجوزك ولا سارة رح تصاحبك، والبرنامج رح يمشي ومن دون زعل. اتفقنا؟ فظيعة أنت شو هالدماغ المنطقي والمبرمج. مجبورة. أوكي أنا رح أروح على الاستوديو، عندي اجتماع مهم مع فريق الإنتاج. بشوفكن هونيك. اوعى تسهل، ما بيستاهل.
ماني زعلانة. ما في شي بيستاهل. ما في شي بيستاهل بعد إحسان. تقبريني امي بتتعشي معي؟ بيك مش راجع قبل الساعة 10 وانا جعت. اوكي ماما باكل معك. اليوم في برنامج سارة، سارة مرته لا بعرف مين بتكون سارة. ماما مش معقول هالمرة كيف انشهرت بسرعة. وين كنت مخباية كل الناس بسرتها؟ تستاهل، سارة مرة طيبة. دخلك راغدة؟ شو عاد صار بقصة ولاده؟ ما بعرف. دخلك قعدتوا حكيتوا بقصة زواجكم؟ بدك تسخني الأكل أمي؟ رح سخن الأكل، أمرنا لله. تفضل. عود عصام. بدي هنيك على البرنامج، ما صار لقلك مبروك. مرسي. وما صار لقلك انه كل الناس عم تحكي عن البرنامج وعنك. عصام ما كتير عندي وقت، في موضوع مهم لازم احكيك فيه. تفضلي. الحكيم النفساني عم يشوف الاولاد مره بالجمعه كرمال يساعدهم. ليش ابوهم الاولاد؟ بعدك مصره تعمليهم مجانين بالقوه؟ اقعد عصام اقعد ارتاح. تفضلي. بعدين انا مش بعتي وراك لحتى تعلمني كيف لازم اتصرف مع اولادي. بعت وراك لاني مضطره، مش لانه عبالي اشوفك. كلك ذوق كافي. الحكيم النفساني طلب مني انه الاولاد لازم يشوفوا بيهم على القليلة مرة بالجمعة. عن جد؟ مشان هيك بدي اياك تشوفوا نهار الاحد من عبكرة العشية، تاخذهم من بيتي وبترجعهم على بيتي. وبذكرك عصام انه قرار المحكمة بعده جاري، يعني اسمك على الحدود وعلى المطار وين ما كان. فهمت علي؟ ما تعمل مشاكل لحالك. صايرة كتير قوية. حلوة كتير انت قوية. سكسي. الأحد ساعة 10 بكرة رح يكون الولاد ناطرينك عندي بالبيت. خلص حديثنا. دخليك؟ وينو كازانوفا تبعك؟ والله خلص تغنيت عنه. زحطتيه أول ما طلعتي قرشين. فيك تفل عصام. ما تنبسطي باللي عم تعمليه سارة. هيدا كله اسمه مجد باطل. تأكدي انك رح توقعي على راسك شك. اطلع لبرا عمو المعروف. رح اطلع. بس قبل بدي اقول لك بون شانس على الحلقة. دوماج كنت حابب احضرك بس لسوء الحظ ما عندي وقت. كثير مشغول. بعرفك كثير منيح عصام. رح تحضر الحلقة من أول لحظة لآخر لحظة. باي يا ست بريزة. جاهز أكثر من أي وقت للخروج بنتيجة إيجابية من ألمانيا.
يا قلبي يلا اطلعي قدامي بقى. رح. حبيبي اشتقت لك انا. مش قد وحياتك. حبيبي انت راجع. خلصوا الكونتريات. ناطر موعد حتى امضي واشحن البضاعة. طارق مش عم بقول لك شو بعد عندك. قل لي قد ايه بعد رح تبقى هونيك؟ ماكسيموم جمعة. جمعة بعد؟ كتار يا طارق كتار. يا حبيبتي لازم خلص الشغل يلي جيت كرماله. بوعدك انه ماكسيموم جمعة وبكون بين ايديك. اوكي. حضرني الليلة. رح كون عم فكر فيك. بدك تبعتي لي بوسع على الهوا. تخيل مجنون. ايه شو فيها؟ بعتي لي بوسع على الهوا، خليني احس قديش انت عم تفكري فيي. تعال عندي باسرع وقت ممكن لحتى بوسك مزبوط، حتى اقول لك قديش اشتقت لك. طارق لازم تعرف انه حياتي من دونك ما بقى تسوى شيء، بطل لها طعمه. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج ساره. تربينا على فكرة إنه الحب هو السعادة، هو المستقبل اللي جاي والعيلة السعيدة. كلنا ربينا على فكرة إنه الحب هو العطاء، الدفى، الحنين، الراحة والسلام. لما كبرنا اكتشفنا إنه حد هالحقيقة الحلوة في حقيقة مرة، حقيقة الحب المدمر يلي بيخرب الحياة. رح نستقبل باستوديو بعض الأشخاص يلي هالنوع من الحب دمر لهم حياتهم، ورح ناخد اتصالاتكم مباشرة على الهواء لحتى تشاركونا تجربتكم مهما كانت قاسية. وقفة أولى مع الإعلان ونرجع لكم. بمين عم تتصلي؟ ألو؟ بونسوار. بليز بدي أحكي مع سارة على الهواء. سارة؟ نعم ما في مشكلة بنطر. معك راغدة وبدي أخبر سارة عن قصتي.